المسبح البلدي بأسفي، واللي كان من المفترض أنه يشكل واحد الفضاء مناسب لإيواء الأطفال من الفئات المعوزة، تحول لأحد المرافق العمومية اللي كتصد الأبواب ديالها في وجه الأطفال لا حول لهم ولا قوة. شكون هذوك التعامات باش كتكون؟ أفلام كاينين من واحد أفلام اللي مسكتهم تاع ليفربول. دير لكم 10 دراهم شو صغار؟ لا لا فين ولات واحد الدائرة في مدينة أسفي اللي هي دائرة التسول اللي الدراري كيطلبوا باش كيدخلوا للمسبح. وي هي والدراري ما عندهمش فلوس، ما كيعطيوش والديهم فلوس. ما تيعطيهمش والديهم فلوس. يعني 10 درهم غالية. وما كيعطيهمش هما باش يعطيهم فلوس، وكاين اللي كيجي يجي غير هكا. على المسبح البلدي خاص المسؤولين يخليوا الفرصة للدراري اللي ما عندهمش وداك الشيء يديروا لهم حتى هما واحد الفرصة يدخلوا حتى هما يتمتعوا بهذا الصيف، وإن شاء الله يدوز الأجواء بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي كنطلب من المسؤولين. المشكل يجي من التربية. فهمتيني؟ التربية بنادم ما ربي. الظاهرة خايبة، الظاهرة خايبة، خايبة، خايبة. تسول من راسو نورمالمون لي بيز شحال يدير المسبح دابا؟ 10 دراهم 10 دراهم غالية يديروا غالية بالنسبة لهاد الدراري يديروا 5 دراهم راه كاين اللي ما عندوش حتى 5 دراهم فعلا خصهم يشوفوا يديروا 5 دراهم وبنادم على الأقل 5 دراهم الدراري كاين اللي ما عندوش حتى دراهم فعلا راه ما عندهمش ولكن التسول أنا ضد التسول بصفة عامة ما خصهمش يطلبوا. الاستهتار بمضمون دفتر التحملات فيما كيتعلق بأثمنة الولوج للمسبح البلدي لأسفي واللي كتحدد في 10 دراهم للكبار و5 دراهم للأطفال الصغار خلى عدد من الأطفال كيلجؤوا لعدد من المارة باش يكملوا لهم 10 دراهم بعد ما تم منعهم من ولوج المسبح بثمن 5 دراهم. بنادم كي يجي يطلب هنا ما عنده ما سميتو غالي عليه افرانك بعده اصلا افرانك غالي عليه كي اللي ما عندوش غالي اه 10 درهم وخاكك ثمن عادي هو هذاك لكن كي اللي ما عندوش كي اللي كلميت لي باه ميت لي مو كل واحد وسواق عليه الواحد الظروف العائليه ديالو 10 درهم كثير على الدراري حنا تجي ندخلوا لابيسين ديجي الدراري الصغار تيجي يطالبوا فينا تيقولوا لينا عطونا باش ندخلوا لابيسين وهذا مسبح البلدي خصو كاع الدراري الصغار والدراري الصغير تدخل ب 10 درهم تيجي يطلب هنايا حشومه هادشي صح البلد بلديه وداك الشيء الدراري الصغار شو الدراري الصغار شنو عاش الدراري الصغار تيجي يطالبوا هنايا راه واحد راه غادي تيطلب حشومه هادشي خصو الدراري الصغار خصو يدخلهم فابور كاع على الاقل ثمن ثمن كبار وصغار دراري صغار بلدي خصو يجي يتعاملوا مع بنادم ويدخلوهم كاع اللي مو سخت يجي هنا يجيبوه هنايا هادشي اخويا خصو الدراري الصغار يدخلوا ما فابو كيف التنظيم ديال المسبح البلدي واه اخويا التنظيم اخويا خايب شويه هما الدراري دوز الدراري كاع الدراري فهمتي الدراري هما شو البعلوك صغير هو جاي كيهرب لمو يجي لابيسين صعيبه شويه اخويا لابيسين الدراري غالي 10 دراهم بنادم حنا الدراري الصغار دخلوها يدخلوها فابور حنا تحيه خاصه غالي اصبر غالي علينا غالي علينا تحيه خاصه اصبر والدراري الصغار يدخلوها فابور. المهم اخويا كما كتشوفوني فهمت راك تدخل داخل راه بنادم كيشقر انك تدخل داخل بنادم كيمشي يديروا في هاد لابيسين كيقول لك مسبح البلدي راه من بلادي ما توزع فهمتيني بنادم راه كيدخل داخل راه كيجيب حوايج وكيمشيو ليه ها انت مال 10 انا جا صوايمي دولي صندال انا راه ديك النهار ياك راه جيت راه مشيت من هنايا ومن لي بيسين للدار مشيت في كالسو فهمتيني اللي داخل والنص اللي برا كيسعى باش يدخل تا هو ما كاين لا تنظيم لا والو اخويا برا وجول ما كاين لا تنظيم لا والو لداخل راه كتدخل راه ديك الشرف في يد الله مسبح البلدي راه مسبح مول والدراري الصغار راه خاصهم يدخلوا بلا شقاير بلا والو كيمشيو يطلبوا الطونوبيلات بنادم كيتصور عليهم خوت هادو خاصهم يدخلوا فابور بلا ريال بلا جوج من الاخر هادشي اللي نقول لك عشيه بحال البرفه تيقولوا اليوم.
شاء الله. لا الماء الماء شو الماء ملوت، الماء عامر غازون عامر ملوت. نعم الماء ملوت. ورجلينا طابوا بالشمس. ملوت. كاع مرقعين والسيما، هو عرفتي المسبح راه كنعرفوا احنا في الثمانينات، هو هو المسبح هو المسبح. كيف جينا لي في الثمانينات كي جيت لي دابا هو هو. المسبح هو هو. ما تزاد ما الترقيع ما انت داك مرقعين بالسيما. مكربس المسبح. لا مكربس المسبح. شكرا تبارك الله. ما تنظيم ما والو. علاش خاص الحوايج يتشدوا فابور وما دايرين لهمش دراهم وما باغينا الفلوس اصلا؟ واش موفرين لكم المكان المخصص للامشاء؟ اه كاين كاين ولكن بجدران اللي ما عندوش والكابينه كاع فلوس طوبيس كوابن مسخين ما ما لابيسين ما والو روج سميتو هو لابيسين هو زوين لكن خاصهم التنظيم وخاصهم ينقوا كوابن كاع مسخين. كيف كتشوفوا التنظيم الداخلي ديالو؟ راه موسخ كيبدلوا على عام حشومه عليهم خاصهم يبدلوا كل نهار وكاع ما يبدلوه وما كاينش لا حتى لك تحويجك فهمتي فهمتي. بالنسبه للدراري الصغار كيجي حدا الرامبون يبداو يجقروا عمي درهم كيقول لي سير تما ما ربيش الدراري خاصهم يدخلوا فابور صح شقير بزاف بالرجول. بنادم كيجي بوبر ما عندوش خاصو يجي يتعامل مع هذاك اللي في الباب دخل تبرد على راسك مراكش فيها بيسينا بخمسين ريال يضحك عليك. والتنظيم راه ما كاين لا تنظيم لا والو راه مسبح ديال البوفريات وصافي راه شي شنقول لك اخويا راه حالك كاري الداخلي ديال المسبح والو اخويا راه كتدخل مخلص 10 دراهم كتدخل ما كاينش شي فهمتي شي مسبح اللي غتدخل هو هذاك دمتي تزوج شنقول لك ما كيجري في التطاول على القانون وما يتضمنه دفتر التحملات المتعلق بالمسبح البلدي لأسفي كيطرح أسئلة كبيرة حول الجهات اللي كتحمي مكتري المسبح البلدي وكيفاش أنه مرفق عمومي كيتحول مركز رئيسي لاستنزاف جيوب الفقراء وحرمان الفئات المعوزة من الولوج إليه. خرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.